اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين، تحياتنا لكم من شركه جلومار. راح اقدم لكم اليوم شرح كامل عن منتجات بروكلوريست من شركه ايطالي هير فاشن الايطاليه. منتجات بروكلوريست هي عباره عن مجموعه منتجات بتساعد على الحفاظ على لون الشعر ورفع مستوى الخدمه التقنيه داخل الصالون الرجالي او النسائي، وبتساعد الزبونه على العنايه بشعرها بعد الخدمه التقنيه داخل المنزل. من هاي المنتجات بشكل رئيسي تقسم إلى منتجات قبل الخدمة التقنية ومنتجات بعد الخدمة. رح نبدأ بسكالب بروتكتور. سكالب بروتكتور هو عبارة عن سائل يوزع على الفروة قبل ما نبدأ عملية الصبغة أو نعمل عملية البليتش أو سحب اللون على الجذور، فهو بيحمي الفروة من أعراض الحساسية، أعراض الحكة والإحمرار. مثل ما بتعرفوا في كتير زبائن بيتحسسوا أثناء عملية الصبغة أو أثناء عملية سحب اللون، فهو يوزع على الفروة لحتى يهدئ من أعراض الحساسية والإحمرار والحكة. من المنتجات الموجودة أيضا منتج اسمه ديرماشيلد. ديرماشيلد له ثنائي مفعول، له مفعولين، فهو يوزع على الدائرة الرأس ليمنع الصبغة أنها تصبغ الجلد، ولحتى يمنع يعني البقع اللي بتتشكل بسبب الصبغة، وبنفس الوقت هو بيمنع إحمرار الجلد ومناطق الرقبة أحيانا بتتحسس بسبب البليتش أو التفتيح أو المواد الكيميائية الثانية، فيوضع قبل أو يوزع قبل الخدمة التقنية على خط الشعر لا يحمي من الصبغة، من آثار الصبغة، ولا يحمي بنفس الوقت من أعراض الحساسية. المنتج الثالث اللي ممكن استخدامه قبل هو منتج اسمه إيكوالايزر. بخاخ بيرش على أطراف الشعر التالف لحتى يساعد على توحيد مساميت الشعر وبيساعد على امتصاص اللون. مثل ما بتعرفوا احيانا الشعر بيكون تالف او اطرافه بتكون تعبانه، فلما بنحط الصبغه راح يصير في عندنا تدرجات باللون او امتصاص اكثر ببعض الاماكن، تبقع باللون، فهو بيساعد على تخفيف هذا التبقع او على تخفيف اختلاف اللون من مكان الى اخر. من منتجات بروكلوريست كمان التي تستخدم قبل العملية التقنية، في عندي شامبو اسمه بروكلوريست شليتنج شامبو. شليتنج شامبو هو شامبو لتنظيف الشعر من الرواسب، من الرمال، من بقايا المواد الكيميائية، الدهون المتراكمة على الشعر والفروة، وهو يستخدم عادة لتحضير الشعر للعملية الكيميائية. مثلا إذا بدي أعمل تمليس، بدي أعمل تجعيد دائم بيرم، أو إذا بدي أعمل كيراتين أو بروتين، ممكن استخدم شامبو شليتنج لانه هو شامبو تنظيف عميق. وايضا ممكن استخدم احيانا بعد ما اخلص العملية التقنية، مثلا بدي اشيل الرواسب الكيميائية العالقة بالشعر او ابطل مفعول البليتش، لنفرض مثلا عملت هايلايت او سحب لون، فانا ممكن اغسل الشعر بالشليتنج شامبو لحتى اوقف مفعول البليتش داخل الشعر، ومن بعدها بحط التونر. كمان للاشخاص اللي بيروحوا على المسابح اللي شعرهم فيه كلورين وجايين بدهم يعملوا هايلايت، ممكن انا احضر الشعر، اغسل الشعر من الرواسب بالشليتنج شامبو وارجع ابدا بالعمليه التقنيه. فهو متعدد الاستعمالات وهو منتج احترافي فقط، لسبب هو متوفر بحجم اللتر، فهو واحد من الاشياء الاساسيه داخل الصالون. بالنسبه لمنتجات بروكلوريست التي تستخدم بعد الصبغه او بعد العمليه التقنيه، في عندنا منتج اسمه كولر كلينر. كولر كلينر بيزيل بقايا الصبغة عن الجلد او عن الدقن او عن الرقبة، فهو سائل لطيف ما بيسبب اي حساسية وله رائحة حلوة، يوزع بقطعة قطن ويفرك لنزيل بقايا الصبغة عن الجلد. كمان من منتجات العناية بالشعر او باللون هو عندنا شامبو اسمه افتر كولر شامبو، ينصح فيه بعد الصبغة، خالي من السلفات، خالي من البرابين، فهو يستخدم بعض الصبغة ليحافظ على اللون، يبقى على الشعر لفترة أطول، ومتوفر بحجمين، حجم 250 ml لاستخدام المنزلي وحجم 1000 ملي لاستخدام الصالون، ومعزز بمادة الهيرونيك أسيد اللي هي بتمنح ترطيب وحجم ونعومة وحيوية للشعر. كمان في عندنا ماسك اسمه ريفايفر برو. ريفايفر برو هو بيعتمد بشكل رئيسي على بروتينات الحرير، وهو ماسك للعناية اليومية. ممكن انه انا اخليه على الشعر لمدة 3 الى 5 دقائق ككونديشنر، وممكن اخليه 10 الى 15 دقيقة
مرة أو مرتين بالأسبوع كماسك لحتى يساعد على إعادة ترطيب الشعر ونعومته وحيويته. من منتجات بروكلوريس كمان اللي هو سيلفر شامبو. سيلفر شامبو بيحافظ على الشعر الأشعر من أنه يصفر لأنه معزز بالحبيبات الزرقاء البنفسجية، لا تمنع اصفرار الشعر الأشعر بسبب العوامل الجوية أو بسبب التصفيف وما شابه، وممكن استخدامه مرة إلى مرتين بالأسبوع، وممكن خليه بالشعر لحد 5 دقائق لحتى يطفي لي الاصفرار من الشعر، ومن بعدها يغسل بالماء. كمان من المنتجات المميزة ببروكلوريست شيء اسمه 10-in-1 Extra Ordinary Hair. 10-in-1 Extra Ordinary Hair غني بعدة عناصر ليحافظ على رطوبة الشعر، وبيمنع التقصف وبيحميه من الحرارة وبيساعد على الحفاظ على اللون. بيرش على الشعر قبل عملية التصفيف أو قبل عملية السشوار، وبيساعد على فك التشابك، حتى ممكن استخدامه للأطفال للشعر اللي بيتشابه كثير، فهو خفيف وما بيتقل الشعر، وممكن استخدامه بشكل دائم وبشكل يومي ليحافظ على الشعر وعلى لون الشعر وبيحافظ على نعومته ولمعانه. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات اللي اعطيتكم اياها، وشكرا جزيلا على المتابعه.